بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستعان يستعين المشركون المسلمون لا يستعينون على جهاد الكفار بكافر يغزو معهم أو يمدهم بالمال إلا لحاجة. إذا كان المسلمون في حاجة إلى مساعدة الكفار على قتال الكفار جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الكفار، كما في غزوة حنين خرج معه أناس من أهل مكة قبل أن يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية قبل أن يسلم، وأخذ منه أدراعا، استعار منه أدراعا، فقال صفوان: أغصب يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مؤدات. فأخذ الأدراع من كافر قبل إسلامه. فهذا دليل على أنه عند الضرورة يستعان بالكافر على قتال الكفار. وأما عند القدرة من المسلمين وعدم الحاجة فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الكافر الذي أراد أن يغزو معه وقال: إنا لا نستعين بكافر أو لا نستعين بمشرك، لأن الصحابة في غنى عن ذلك، والصحابة أقوياء في تلك الغزوة. نعم. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اليهود على أن يقاتلوا معه من أراد المدينة وهم كفار، دل على أنه استعان بالكافر عند الحاجة لقتال الكفار. وهذا هو الذي جرى في حرب الخليج الثانية، لما اعتدى هذا الطاغية على جيرانه ولم يكن بالمسلمين طاقة في مقاومته، استعانوا بالكفار عليه فخذله الله سبحانه وتعالى. نعم. بناء على هذا القول عند الضرورة. نعم. ولا يستعان بالمشركين إلا عند الحاجة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك. نعم. ولأنه لا يؤمن أن يدخل على المسلمين ضررا، فأشبه المرجف والمخدر. لأنه قد يضر المسلمين بالتجسس عليهم، فعند عدم الحاجة لا يجوز إدخاله في جيش المسلمين لأنه لا يؤمن، أما عند الضرورة والحاجة فإنه يجوز، ولكن لا بد من متابعته، لا بد من متابعته وأخذ الحيطة منه. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فأدركه رجل من المشركين كان ينكر منه جراءة ونجدة، فسر المسلمون به فقال: يا رسول الله، جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك على مشرك. رواه الجوزجاني. لأنه يخشى من خيانته مع المشركين. وفيه قالت:
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. مسألة: إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك: فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك، وأسهم له. وروى الزهري: ثم أسلم بعد ذلك، من الله عليه بالإسلام وأسلم، فهو صحابي رضي الله عنه، ولكن هذا الذي حصل قبل أن يسلم، واستعارة الأدرع منه قبل أن يسلم. نعم. وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. نعم. هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه، وهي إحدى الروايتين، وعنه لا يسهم له ولكن ينظر له، لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد. قضية أنه يعطى من الغنيمة، يعطى، لكن هل يعطى سهم يسهم له كما يسهم للمجاهدين؟ هذا قول. والقول الثاني أنه لا يسهم له، وإنما يرضخ له، بمعنى أنه يفرض له مقدار من المال، لا على أنه سهم في الغنيمة، ولكن على أنه استحقاق له فيما بذل، في مقابل ما بذله. نعم. مسألة: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، الجهاد لا يكون إلا مع إمام، سواء كان مع الإمام نفسه أو مع نائبه، فلا بد أن يكون الجهاد بإذن الإمام، إمام المسلمين، لأنه إذا كان بدون إمام حصلت الفتنة والفوضى والتفرق، وربما يتسلط الكفار على المسلمين، لأنهم ليس لهم هيبة ولا إمام ولا دولة تحميهم، فيحصل مثل ما هو الحاصل الآن في بعض البلاد التي حصل من بعض المسلمين مناوشة مع الكفار، أو تخريب أو اغتيالات، حصل على المسلمين نكبات بسبب ذلك، ولم تثمر هذه المناوشات. هذا هم في الأفغان ماذا حصل، وهذا هم في الجزائر ماذا حصل، وهذا في كل مكان، ما يجدي شيء إلا مع إمام وجيش من جيوش المسلمين. نعم. أما أفراد أو جماعات تقوم بهذا، فهذا ما هو من صالح الإسلام ولا من صالح المسلمين. ثم الجماعات تختلف أيضا وتتناحر فيما بينها كما حصل. نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. نعم. لأنه أعرف بمصالح الحرب والطرقات ومكان العدو وكثرتهم وقلتهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه. نعم. إلا أن يفاجئهم عدو غالب يخافون حلبه، أو تعرض فرصة يخافون حوتها. إذا كان باغتهم عدو ولا يمكنهم مراجعة الإمام، فإنهم يدفعون عن أنفسهم، من باب الدفع يدفعون عن أنفسهم، لأن هذه ضرورة. نعم. أو تعرض فرصة يخافون حوتها، فمتى جاء العدو بلدا وجب على أهله النفير إليهم، ولم يجز لأحد التخلف عنهم. هذا سبق أنه في هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين، إذا دهم العدو البلد فإن جهاده فرض عين على كل من يقدم من المسلمين لدفع شره. نعم. ولم يجز لأحد التخلف عنهم إلا من يحتاج إلى إقامته لحفظ المكان والأهل والمال. نعم. ومن يمنعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. نعم. وقدم الله سبحانه الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب،
فقال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. فريق منهم يعني من المنافقين. نعم. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم. ولا يخرجون إلا بإذن الأمير إذا أمكن ذلك. وكذلك إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها جاز لهم انتهازها ويستأذنونهم إذا أمكن. نعم. مسألة: وإذا دخلوا أرض حرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. نعم، يجب على الجيش أنه يكون خاضعا لطاعة الأمير ولا يتصرف إلا بإذنه وأمره لأجل الانضباط وعدم التفرق وعدم أيضا إتاحة الفرصة للعدو، لأن المسلمين إذا كانوا جميعا صار أهيب لهم وأقوى لهم، وإذا تفرقوا أصاب العدو منهم غفلة انقض عليهم. نعم. لقوله سبحانه: وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أمر جامع مثل أمر الجهاد، أمور مهمة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وقبلها: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من الانضباط ولا يكون التحرك إلا بأمر أمير الجيش، والنزول بأمره والرحيل بأمره والهجوم بأمره. توحد القيادة، لا صار فيه قيادات كثيرة، حصل الفوضى وحصل اختلاف الكلمة وصارت فرصة للعدو. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتفرق عرضة للنزاع. نعم. ولا يصلح في الجيش المدبرين وأمراء، لا بد أمير واحد يرجع الناس إليه. نعم. ولكونه أعرف بحال الناس والمواضع ومكان العدو وحاله وقربه وبعده. لأن أمير الجيش يتتبع هذه الأمور ويدرسها ويرسل الطلائع والعيون وتأتيه الأخبار فيرتب عليها التدابير، خلاف الفوضى فإنهم ما عندهم أخبار ولا عندهم اطلاع على أحوال العدو ولا عندهم أيضا خبرة ولا عندهم تدبير. نعم. فالأمور ما هي الفوضى. نعم. فإن استوعب فالظاهر أنه لا يأذن لهم بالخروج إلا إذا علم خروج المكان من المقاهي، وإن خرجوا من غير إذن. ولهذا يقول: فأذن لمن شئت منهم، ما قال أذن لهم. فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم، الذي تكون المصلحة في الإذن لا يؤذن له. نعم. وإن خرجوا من غير إذنه لم يأمنوا أن يكون في الموضع الذي يذهبون إليه عدوهم فيقهر بهم، وربما ارتحل الأمير بالناس فبقي الخارج فيضيع. نعم. مسألة: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز أن يختص به، والمسلمون شركاؤه فيه. ما أصاب المسلمون من أموال الكفار في الحرب فإنه غنيمة لا يختص به أحد منهم. ما يقول أنا اللي أخذته وأنا اللي، أنت واحد من المسلمين. فيجمع ثم يجرى على حكم الله ورسوله توزيع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيجمع تجمع الغنيمة وتوزع على موجب، ينزع الخمس وأربعة الأخماس توزع على المجاهدين.
للراجل سهم وللفارس سهمان. نعم. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجد أن يختص به. أما الشيء اللي ما له قيمة، الشيء التافه، ما يدخل في الغنيمة، مثل تمرة ولا حبل ولا عصا ولا أشياء ما لها قيمة، هذه ما تدخل في الغنيمة، ينتفع بها من أخذها. نعم. والمسلمون شركاءه فيه لأنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين. وأنت ما أخذت هذا المال بقوتك وحدك، بل أخذته بقوة المسلمين، فهو مشترك بين المسلمين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فمردها إلى الكتاب والسنة. نعم. والله فوض ولي الأمر ورسم له الخطة التي يوزعها عليها، فلا بد من التقيد بذلك. والغنائم أحلت لهذه الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة، أن الله أحل لها الغنائم ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجمعونها ثم تنزل نار فتحرقها، هذا في الأمم السابقة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الغنائم، قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وأطيب المكاسب هو الغنيمة، لأن الله قال حلالا طيبا، فهو أطيب المكاسب. نعم. لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. نعم. فكان غنيمة كغير مباح إلا الطعام والعلم. الشيء اللي يفوت ولا له مدة، مثل الطعام الجاهز، هذا لو يخلص تلف يوكل، من وجده يأكل منه. والعلف، علف الدواب، هذا لو أجل يخرب، فتعلف البهائم منه ولا يحتاج أنه يجعل في الغنيمة. الشيء التافه أو الشيء الذي لا يبقى، بل إذا بقي فإنه يتحف، هذا يبادر بالانتفاع به ولا يدخل في الغنيمة. نعم. إنما الأشياء التي تبقى هي التي تكون في الغنيمة، الدراهم والسلاح والإبل والبقر والغنم والأمتعة، هذه تكون في الغنيمة. نعم. إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. نعم. لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعام يوم حنين، فكان رجل يجيء فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. رواه أبو داود. وروى سعيد أن صاحب الجيش جان كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة كثيرة الطعام والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك. فكتب إليه: دع الناس يؤلفون ويأكلون، ومن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنهي منه ضرر بالجيش وبدوابهم. وأيضا هو يتلف، أيضا هو يتلف ما يبقى. نعم. ويعسر عليه نقل العلوفة والطعام من دار الإسلام، ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به فأبيح لهم ذلك. فمن أخذ ما يحتاج به أو يعرف دوابه فهو أحق به. مسألة: فإن باعه رد ثمنه في المغنم كغير الطعام، إن استهلكه وأكله فهو له، وإن باعه تحول إلى دراهم، الدراهم تدخل في الغنيمة. نعم. مسألة: فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين، لأنه إنما أبيح له منه ما يحتاج إليه لا غير. نعم. وأما الشيء اليسير فيجوز أكله وهديته، لأن ما كان مباحا في دار الحرب فإذا أخرجه كان أحق به كالذي لا قيمة له في دار الحرب. وعنه يجب رده لأنه أبيح في دار الحرب للحاجة، وقد زادت الحاجة فتزول الإباحة،
ولهذا لا يكون له ابتداء الأخذ في دار الإسلام. نعم. مسألة: ويجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلا. يجوز تبييت الكفار، الهجوم عليهم في الليل بعد دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وأبوا أن يسلموا، فللمسلمين أن يغيروا عليهم وهم غافلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في الصباح، ولأن هذا يمكن المسلمين من الاستيلاء عليهم، لأنهم لو تنبهوا استعدوا وقاوموا المسلمين. نعم. وهم قد أعلن عليهم الحرب وليس لهم عهد، أعلن عليهم الحرب وهم دارين أن المسلمين أعلنوا الحرب عليهم، ودارين أيضا أنهم ما لهم عهد مع المسلمين، فليس لهم عذر. نعم. فيجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلا ورميهم بالجريح. ويجوز أيضا رميهم بالآلة التي يكون فيها إتلاف كثير، لأن هذا فتك بالكفار كالمنجنيق والمدفع، لأن هذا يفتك بهم ويرهبهم. نعم. وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. قبل دعائهم أنا ما محل نظر، لا يجوز قتال الكفار إلا بعد الدعوة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. لكن بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة. نعم. وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى بلاغيهم. نعم. وقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق عرفنا فيما سبق أنه آلة كبيرة نصبه على أهل الطائف في حصنهم، فدل على أنه تستعمل الأدوات الكبيرة في قتال الكفار، لأن هذا أفتك بهم وأرهب لهم. نعم. وعن عمرو بن العاص: وإن كان قد يقتل الأطفال والنساء، لكن هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، وما دام اللي غير مقصود يدخل تبعا. نعم. وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية، فسأله: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون؟ إذا استولى المسلمون عليهم فإنهم لا يقتلون الصبيان ولا يقتلون النساء، وإنما هؤلاء يسترقون، يدخلون في الرق، وأما المقاتلة فإنهم يقتلون. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ كان. كذلك الرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع ولم يكن منهم مشاركة في حرب المسلمين يتركون على ما هم عليه، لأنهم ليس لهم بأس ولا مشاركة، يتركون على عبادتهم وعلى ما هم عليه، فإن قبلوا الإسلام الحمد لله، وإلا تضرب عليهم الجزية. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا مشاركة له في الرأي ولا في القتال من الكفار، هذا يترك. أما إذا كان له رأي وتدبير فإنه يقتل، مثل ما قتل الصحابة دريد بن الصمة سيد هوازن، وكان شيخا هرما، ولكن كان عنده رأي وحنكة في الحرب ويعطيهم إرشادات، فلما ظهر المسلمون به قتلوا دفعا لشرهم. نعم. ولا زمن، لا يقتل الزمن وهو المريض مرض مزمن، لأنه لا يخشى منه شر، وكفره مقتصر عليه، لا يخشى منه شر فيترك. وكذلك الأعمى الذي لا ماله رأي ولا مشاركة، أيضا هذا لا يقتل.
إن كان له رأي ومشاركة فإنه يكتب. نعم. ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيئا، لا تقتلوا شيئا ثانيا، ولا قتلا ولا امرأة. لأن هؤلاء ليس لهم مشاركة في الحرب، ولا يخشى منهم ضرر، وكفرهم قاصر عليهم لا يتعدى إلى غيرهم. نعم. وروى سعيد أن أبا بكر أوصى، وإنما يقتل الكافر الذي يخشى تعدي كفره إلى غيره، الكافر الذي يخشى تعدي كفره إلى غيره، يكون داعية من دعاة الكفر أو أنه يقاتل المسلمين، فهذا يقتل. نعم. أما كافر لا يتعدى كفره غيره وإنما هو مقتصر عليه فهذا يترك. نعم. وروى سعيد أن أبا بكر أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال، يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله عنهما، وكان قائدا محنكا، وكان رجلا فاضلا، وساد أهل الشام مدة إمارته. نعم. فقال: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا حليما. نعم. وأن عمر أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيئا حليما. هذا الحديث الصحيح، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا، موجود في الأحاديث. نعم. ولا يقتل المجنون بالقياس على الطفل، ولأنه لا نهاية له إلا الصبي. كذلك المجنون من الكفار لا يقتل لأنه ما يخشى منه شر. نعم. ها؟ الرجل الذي يخشى منه الضرر على المسلمين، إما بدعوته إلى الكفر ومحاربة الإسلام، وإما بمقاتلة المسلمين. نعم. وفي حديث أبي بكر أنه قال: وستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم. أي نعم، لأن كفرهم قاصر عليهم لا يتركون. نعم. ولأنه لا نهاية لهم فلم يستخدموا. والإسلام ما يفرض بالقوة، الإسلام اقتناع ومحبة للإسلام، ما هو يفرض بالقوة، ولا يمكن يكره عليه إكراه، فمن قبله الحمد لله، ومن لم يقبله ينظر، فإن كان له شوكة وله شر له فهذا يقتل، أما إن كان ما له شوكة ولا شر وكفره قاصر عليه فقط هذا يترك، وما اختار لنفسه الكفر يترك. أنتم ما تجبرونه على الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدين لا يكره عليه بالقوة والإجبار، ولا يمكن، لأن القلوب ما يمكن يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه لا كفاية لهم فلم يجز قتلهم كنيسة. نعم. والزميم والأعمى يقاس على الشيخ بما بيناه من عدم النهاية بالحرب إلا أن يكون لهم رأي في الحرب فيقتلون، لأن ذلك كفاية كالقتال. الرأي يكون أقوى من القتال، لهذا يقول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي أقوى من القتال، فإذا كان كافر عاجز في جسمه لكن له رأي وله خبرة في الحروب له فهذا يقتل كفا لشره، مثل ما حصل من الصحابة في غزوة حنين لما ظفروا بدريد بن الصمة قتلوه مع أنه مثل الفرح من الكبر. نعم. مسألة: ويخير الإمام في أسارع الرجال. نعم. ويخير الإمام في أسارة الرجال
إذا أسر الكفار، إذا أسر الكفار صاروا أسرى بيد المسلمين، فما الرأي فيهم للإمام، إمام المسلمين. إن شاء قتلهم. نعم. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاء والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أسرى، خذوهم أسرى، فإما مناً بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم بدون فدية، وإما أن تأخذوا منهم الفدية. هذا راجع إلى اختيار الإمام ما هو الأصلح للمسلمين. وإن كانوا من أهل الكتاب يسترقون، أما المشركون غير الكتابيين فهذا محل خلاف، هل يسترقون أو لا يسترقون. نعم. ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. نعم. أما جواز تخيل القتل، تخيل القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم ب100 و700. هذا دليل على أن الإمام إذا رأى قتلهم يقتلون. نعم، كانت المصلحة في قتلهم يقتلون، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. نعم. وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط بن أبي معيط والنضر بن الحارث. في وقعة بدر أسر المسلمون 70 من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار عليه عمر بقتلهم، وأشار أبو بكر بقبول الفدية منهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر، ثم إن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذت، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه لوم للنبي صلى الله عليه وسلم على قبوله الفدية منه، وكان لأن أول غزوة كان الواجب أن يقتل من أجل أن يرتدع الكفار في سائر الأرض إذا علموا بذلك، وعلموا أن في المسلمين قوة. وأما عقبة بن أبي معيط الذي كان يؤذي المسلمين في مكة، وكذلك النضر بن الحارث الذي كان يسخر من القرآن ويقول أنا أعطيكم أخبار الأعاجم أحسن من القرآن، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قاله النضر بن الحارث يتحدى رسول الله ويتحدى القرآن، بل يتحدى الله عز وجل، فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه بل قتله. نعم. فإذا كان الكافر موغلاً في الأذية للمسلمين وأسره المسلمون وجب قتله. نعم. وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبراً، يعني حبساً. نعم. ولأن العدو قد يكون منهم من له قوة ونكاية للمسلمين، فيكون قتله أصلح للمسلمين. وأما جواز المن والفداء فلقوله سبحانه فإنا من بعد وإنا فداء. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد من على ثمامة بن مثال وعلى أبي عزة الشاعر وهذا ثمامة بن مثال، هذا سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة ذهب للعمرة وهو كافر، فصادفته خيل المسلمين في الطريق فأخذوه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد، فربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما وراءك يا ثمامة، فيقول خيرا إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا أعطيناك، وإن تمن على شاك،
وكرر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أمر بإطلاقه. ثم ذهب إلى بئر فاغتسل وتطهر ثم أعلن الشهادتين وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وضرب حصاراً اقتصادياً على أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا يمتارون من اليمن من أرض الخرج ومن أرض يعني أرض زراعة، وكانت الحبوب تجلب إلى مكة من نجد. فلما أسلم سيدهم ثمامة بن أثال منع تصدير الحبوب إلى أهل مكة نكاية بهم. نعم. وعلى أبي عسد الشاعر. نعم. وأبي العاص بن الربيع. نعم. وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم سألني في هؤلاء المنى لأطلقته له. نعم. ودليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسارى بدر وكانوا 73 رجلا، فكاد كل رجل بأربعين، وكاد يوم بدر رجلا برجلين وصاحب الأربع برجلين. وهذه قصص اشتهرت وعلمت، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة أو مرارا، وهو دليل الجواز، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون هي الأصلح. وفي بعض الأساليب وفي بعض الأسارى فإن منهم من تكون له قوة ونكاية فقتله أصلا، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلا، ومنهم حسن الضعيف في الإسلام فإطلاقه ربما كان سببا لإسلامه فالمن عليه أصلا، ومنهم من ينتفع بخدمته ويبان شره فاسترقاقه أصلا. والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي ان يفوض اليه ذلك. نعم، من صلاحيات الامام. نعم. يعمل ما يراه الاصلح من قتل او فداء مجانا او بفديه او استرقاق. نعم. ويجوز استرقاق اهل الكتاب والمجوس، واما غيرهم فلا. نعم، استرقاق اهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، لأنهم أهل الكتاب، والمجوس قيل إن لهم كتابا فرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، عاملهم معاملة أهل الكتاب، فهؤلاء يسترقون. أما غيرهم فلا فيه إلا القتل أو الفدية أو المن عليه مجانا. نعم. وأما غيرهم فلا. وعن أحمد: يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه في الكتاب. إذا ثبت هذا، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز استرقاق جميع الكفار وثنيين أو كتابيين، يجوز استرقاقهم. قد استرق المسلمون جماعة من العرب، ما هو خاص باليهود والنصارى. نعم. إذا ثبت هذا فإن التكفير مشروع، والاسترقاق هو ضرب الملك عليه وعلى عقبه ونسله، فالرق الشرع هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لما تمرد على عبادة الله عز وجل الذي خلقه من أجلها وأبى أن يعبد الله، عاقبه الله فضرب عليه العبودية للخلق، جعله رقيقا للخلق عقوبة له. نعم. وإذا تقرر عليه الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعتق، لا يرتفع الرق إلا بالعتق، ويثبت عليه وعلى ذريته ما تناسب إلا من اعتق منه. نعم. إذا ثبت هذا فإن التخيير مشروع، تخيير مصلحة واجتهاد. فالذين ينكرون أصل الرق، الذين ينكرون أصل الرق ويقولون أنه ما يجوز، هؤلاء إن كانوا جهالا فإنهم يبين لهم
وإن كانوا عندهم علم ويعرفون أنه مشروع لكنهم يكرهونه فهذه ردة عن الإسلام. إذا كان يكره الرق وهو يعلم أنه حق شرعي ومن أحكام الجهاد في سبيل الله فإنه يكون مرتدا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا كان الرق من هذا الطريق، أما إذا كان الرق من طريق النهب ومن غير القتال فهذا لا يجوز. نعم، لأن في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: من أعطى بي ثم غدر، ومن باع حرا فأكل ثمنه، ومن استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه حقه. فلا يجوز بيع الحر واسترقاق الحر إلا بحكم شرعي. نعم. إذا ثبت هذا فإن التخيير المشروع تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة. نعم، ولي الأمر يأخذ ما فيه المصلحة للمسلمين، ما هو بحسب رغبته هو، لا، ينظر في مصلحة المسلمين. نعم. فإذا رأى أن مصلحة المسلمين في قتله بأن يكون لا شوكة وبأس يخاف الله بتركه لم يجز إلا قتله، وما رأى فيه مصلحة الإنسان الانتصار تحتا ولم يجز له غيره، ومتى تردد في هذه الأمور فالقتل أولى. قال مجاهد: في أميرين أحدهما يقتل الأسرى الذي يقتل أبطل. قال إسحاق: الإدخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع فيه الكثير. مسألة: وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو بهيمة. لا نعلم في هذا خلافا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي يؤخذ في فدائهم يكون غنيمة للمسلمين، تجري فيه السهام، الفدية تكون ضمن الغنيمة. نعم. والأرقة يوزعون على المجاهدين مثل السهمان. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسراف دور غير الظالمين، ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخير والسلاح. وإذا استرقهم كانوا غنيمة للمسلمين، لأنهم الذين أسروهم وقهروهم. ومن كان بدله غنيمة كان أصله غنيمة قياسا للأصل على البدل. مسألة: ولا يكون ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. محرم ولا يفرق في السبيل بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. نعم، يعني إذا سبوا عائلة صغار مع والديهم فإنه لا يفرق بين والد وولده الصغير، بل يترك مع والده أو مع والدته حتى يكبر ولا يفرق بينهما. نعم. أجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها وولدها الطفل غير جائز. ورواه أبو أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا من عدل الإسلام ورحمته بالخلق، أنه ما يفرق بين الطفل الذي يعيش في حضن أمه وأمه، لما يترتب على ذلك من الضرر بأمه والضرر بالطفل، فليترك معها حتى يكبر. نعم. ولأن في ذلك إضرارا بها وتحسرا منها عليه. وظاهر كلام الفرقي أنه يحرم التفريق وإن كان الولد كبيرا وبالغا، ورواية عن أحمد رحمه الله. هذا في الصغير لا خلاف فيه، أما في الكبير هذا هو محل الخلاف، هل يفرق أو لا؟ نعم. وهو إحدى روايته عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية نقلها عنها: يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ. للمصلحة، لأنه ما هو محتاج لأمه، أمه ما هي محتاجة له. نعم. فيما رواه عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين الأم وولدها. فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتفيض الجارية.
وعن سلامة بن أكوع أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وابنها فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوفها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها إياه. ولما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم مالية وأختها سيرين أمسك مالية لنفسه ووهب سيرين لحسان بن ثابت. هذا دليل على التفريق الكبار يفرق لأنه فرق بين سيرين ومارية لأنه كبار بالغات. نعم. ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما فالعبيد أولى. نعم. وأما الأب فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده لأنه أحد الأبوين أشبه الأم والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم. هذا من باب القياس وإلا النص من فرق بين والدة وولدها هذا هو اللي فيه النص قاسوا عليه بقية الأقارب. نعم. لأن الجدة أم والجدة يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميراث والنفقة فقام مقامهما في تحريم التفريق يستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم لأن الجميع ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض ولا يفرقوا بين الأخوين ولا الأختين لما روي عن علي رضي الله عنه قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أولاه فأخبرته فقال رده أخرجه في الفدي وقال حديث حسن غريب. وروى عبد الرحمن بن مرموق عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيت ولأنه ذو رحم محرم من النسب فلم يجز التفريق بينهما كالوالد والولد. نعم. فاسأله ومن اشترى منهم على انه ذو رحم شوف اللي بعده اطال في هذه القضية. نعم. مسألة. نعم. ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فاذا رجع فله ما فضل الا ان يقول لم يعط لغزاته بعينها فيرد الفضل في الغزو. نعم. لأنه أعطي على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان له فاضل كما لو أصى أن يحج عنه حجة بأجل فإن الفضل له وإن أعطاه شيئا إذا اشترط عليه أن يرد الباقي يرد أما إذا لم يشترط عليه أن يرد الباقي فهو له. نعم. فإن أعطاه شيئا ينفقه في الغزو أو في سبيل الله ففضل منه أمر أنفقه في غزاة أخرى لأنه أعطاه جميعا في سبيل الله مطلقا فلزمه امتثال ما أمره به كما أوصى بألف يحج بها ففضل منها حدة في الحج. مسألة. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. إذا حمل الغازي على فرس يعني يعطي فرسا يركبها في الغزو من بيت المال تكون له إذا رجع إلا إذا كانت هذه الفرس وقف حبيس يعني وقف فإن الوقف لا يجوز تملكه بل ترد في الوقف. نعم. قوله حمل على فرس يعني أعطي هذه الغزو عليها فإذا غزا عليها هلكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه كما يملك النفقة المدفوعة إليه إلا أن تكون عاريا فتكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى حبيسا بحاله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس عديد في سبيل الله فأتاه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترك ولا تعد صدقتك وإن أعطاكه بدرهم
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده متفق عليه. وهذا يدل على أنه ملكه إياه ولولا ذلك ما باعه، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو لأنه أقامه للبيع المدينة ولم يكن ليأخذه منهما ثم يقيمه للبيع الحال، فدل على أنه أقامه للبيع بعد أن غزا عليه. وذكر أحمد مثل ذلك وسئل متى يغيب له الفرس، قال إذا غزا عليه. فقيل له أين العبد وجاوزنا؟ فخرج على هذه الفرس بالطلب إلى خمسة فراسع ثم رجع، قال لا حتى يكون غزوا. وهذا قول أكثرهم. مسألة: وما أخرج من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. إذا كان عند الكفار أموال معلوم أصحابها من المسلمين واستولى عليها المسلمون فإنها ترد إلى ملاكها، لأن ملكهم لم يزل عنها، ملك المسلمين لم يزل عنها، ترد إليهم ولا تدخل في الغنيمة. نعم. رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذي قسم به على آخره. أما إذا علم صاحبه قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قبل عامتهم، لما روى ابن عمر أن غلاما له فبقى إلى العدو، فضر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يسلم، لأنه من مال المسلم وليس من مال الكافر. نعم. ولا يكون غنيمة. نعم. وعنه قال: ذهب له فرس فأخذ العدو، فظهر عليه المسلمون فرد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وروى الأكرم عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه بعد، قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن منصور. وأما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان، إحداهما أن صاحبه أحق بالثمن الذي قسم به على من هو في يده، وكذلك يبيع ثم قسم ثمنه فهو أحق بالثمن، لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. ولأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيق الثمن على المشتري، وحق الغانم يتحيز بالثمن ويرجح صاحب المال في عين ماله لمنزلة مشتري الشخص المشروع إلى آخره. نعم. مسألة: فإن أخذ مسألة ومن اشترى أسيرا من العدو. طيب، اللي بعده تفريعات. هذه تفريعات. نعم. باب الأنفال. الأنفال. نعم. وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. الأنفال جمع نفل، وهو الزيادة على السهام، لأن ولي الأمر يقسم الغنيمة على المجاهدين بعد نزع الخمس منها، وينفل يعني يزيد أصحاب الشجاعة وأصحاب المكانة في الحرب، يزيدهم على سهامهم. هذا من صلاحيات تشجيعا لهم ومكافأة لهم. فالأنفال ترجع إلى الله ورسوله، قل الأنفال لله والرسول، ويقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولي الأمر، فله أن ينفل بعض الغزاة ويعطيهم زيادة على سهامهم في مقابل ما بذلوه من زيادة الجهد في القتال والقضاء على العدو، لأن المجاهدين ما هم واحد، هم ناس شجعان ومنهم ناس أصحاب خبرة، فهؤلاء يشجعون ويعطون زيادة على سهمانهم. نعم. وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب.
أحدها سبب المقتول غير محفوظ لقاتله، وذلك أن القاتل يستحق سبب المقتول بالجملة. والسلب هو الثياب، ثياب المقتول، هذا لا يدخل في الغنيمة، يأخذه قاتله. نعم. لا نعلم فيه خلافا، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل كافرا فله سلبه. رواه أنس. يعني ثيابه. سلبه يعني ثيابه. نعم. رواه أنس وسلم في وجوده. ورواه أبو قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحميد، لما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حد عاتقه ضربة فأذقه الموت، ثم إذا الناس رجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقلت إليه فقلت: من يشهد لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، فأعطه منه. فقال أبو بكر الصديق: لا إله إلا الله، لا الله اتعمد إلى أسد من أسد الله، فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأسلمه إليك، فأعطاني. متفق عليه. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حميد، من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا، وأخذ أسلافهم. رواه أبو داود. مسألة: والسلف ما عليه من لباس وحليه وسلاح وفرسه بآلتها. وذلك لأن المحبوب من السلف اللباس وكذلك السلاح، ولأنه يستعين به في حربه. الظاهر والله أعلم أنه خاص باللباس، ما يعني يشمل الفرس والسلاح. نعم، خاص باللباس. ولأنه يستعين به في حربه وقتاله، فهو أولى بالأخذ من اللباس. وكذلك الدابة، لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه. أجل، ما يبقى شيء للغنيمة، لا راح السلاح وراح الخيل وراح، ما يبقى شيء للغنيمة، لا هو خاص باللباس فقط. نعم. ولذلك استحق بها زيادة السهمان. السهمان. نعم. فأما الدراهم فليست من السلف، لأنها ليست من الملبوس ما يستعان به في الحرب، فكذلك رمله وآثاره. طيب. وما ليست في، طيب، والخيل من الملبوس؟ أي من الملبوس. نعم. وما ليست يده عليه. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة أيضا ليست من السلف. فهو اختيار الحلال. هذا هو الصحيح. نعم. فهو اختيار الحلال وصاحبه أبي بكر. نعم. قال الحلال: إنما السلف ما كان على بدنه، والدابة ليست كذلك. نعم. وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معن كرب: فأخذ سوادي ومنطقته، فأخذ سواغين ومنطقته. منطقته. يعني حزامه، المنطقة الحزام. نعم. والدليل الأولى ما رواه ابن مالك. شو اللي بعدها؟ وش اللي بعدها؟ وإنما يستحق ذلك من قتله حال قيام الحرب. نعم. غير مفطن ولا ممنوع من القتال. نعم. قال أصحابنا: اشترطوا لذلك أربعة شروط. شو اللي بعده؟ شو اللي بعده؟ باب الغنائم وقسمتها. نعم. وهي نوعان: أحدهما الفرض فيخير الإمام. الغنائم على قسمين: أشياء ثابتة وأشياء منقولة. فالمنقولة مثل الدراهم والدواب والأسلحة، هذه منقولة، هذه توزع بين الغانمين. والثاني الأشياء الثابتة مثل الأراضي والبيوت وغير ذلك، فهذه يخير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها للمسلمين وقفا مستمرا، وتكون غلتها للمسلمين. نعم. وهي نوعان:
وبين قسمتها على الظالمين وبين ربها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها. نعم، من زرعها يؤخذ منه اجر، ومن استعمل هذه الأراضي يؤخذ عليه أجر سنوي للمسلمين لبيت المال، يعني يقول لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم. وهي الأرض التي فتحت عنوة عنوة عنوة، وهي ما أجري عنها أهلها بالسيف، فحكمها أن الإمام مخير بين قسمتها بين الظالمين وبين ربها على جميع المسلمين، لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه ووقف مكة ولم يقسمها، ووقف عمر أرض الشام. مكة اختلف العلماء هل فتحت عنوة ولا صلح؟ صحيح أنها الصحيح أن بعضها أخذ عنوة وبعضها صلح، هذا هو الصحيح، ما دام كذلك فهي ليست من المغانم. نعم. ووقف عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر. نعم، عمر وقف أرض الشام وأرض العراق وأرض مصر وضرب عليها الخراج، هذا على الاختيار الثاني، أن الإمام مخير، إن بغى يقسمها وإن بغى يبقيها للمسلمين فله ذلك وينظر في المصلحة. قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حمدكم الله لا لا يجوز، ما دام ما للمجاهدين إمام شرعي فإنه لا يجوز، لأن هذا يجر على المسلمين شرا وضررا أكثر مما يتوقع من المصلحة. نعم. المهم أنه لا جهاد في الإسلام إلا بإمام، هذا هي القاعدة، لا جهاد إلا بإمام، وهذا مما يدل على ضرورة نصب الأئمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام له تصرف في الأسرى، فهل له تصرف في النساء والأرباب بأن يردهم لأهلهم الكفار، وهل يسترق الشيوخ والرهبان؟ الأسرى إذا من عليه مجانا يرد إلى أهله، إذا من عليه مجانا أو بالفدية يرد إلى أهله الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتخذ العلم النساء والصبيان ومن لم يشترك في الحرب جروحا بشرية، فهل يجوز قتالهم هم ومن معهم من النساء والصبيان؟ نعم، إذا تترس الكفار بمسلم فإنهم لا يتركون، بل يرمون ولو قتل هذا المسلم لأنه غير مقصود، وقتله يكون مضرة جزئية، لكن ترك الكفار هذه مضرة أشد، فيعفى في هذه المسألة. هذا إذا كان أخذوه قهرا عنه وأسروه فإنه يضربون ولو أدى هذا إلى قتل هذا المسلم، لأن هذا غير مقصود وهذه مفسدة جزئية. أما إذا كان هو بقي مع الكفار باختياره، مسلم بقي مع الكفار باختياره، فهذا حكمه حكم يقتل معه. نعم. فهل يعالج هذا المنع من قتل الصبيان لأنه يحصل به قتل؟ هذا قلنا أنه يغتفر، هذه مفاسد جزئية تغتفر في مصلحة تغتفر في جانب المصلحة العامة، يغتفر قتل الصبيان والنساء والمسلم مع الكفار، يغتفر هذا بجانب المصلحة العامة في قتل الكفار، ولأن قتل هؤلاء غير مقصود إنما جاء تبعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الإجابة عن قصة الصحابي أبي قصير رضي الله عنه؟ قصير رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإله مسافر حرب الحديث مسعر حرب، وتعرض الصحابي رضي الله عنه لقبائل قريش، هل فيه دلالة على قتال الكفار بغير أمير ولا جيش؟
الرسول ما أجازهم على هذا، هذا تصرف منهم، الرسول ما أجازهم ولا أذن لهم بذلك، وإنما هذا تصرف منهم ليخلصوا أنفسهم فقط، هم ليخلصوا أنفسهم، فعلوا هذا ليخلصوا أنفسهم من الكفار، والمسلمين يعمل ما يخلصهم من ظلم الكافر ما في شك، فهم فعلوا هذا من باب التخلص من الكفار، ولم يكن هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا في عهد في تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تحت ولاية الكفار، فهم عملوا هذا من أجل يخلصوا أنفسهم. نعم. أما إذا لقوا الكفار، إذا لقوا الكفار المعركة فإن ولي القائد ينظر، إن كان عدد الكفار أكثر وعدد المسلمين قليل جدا فلهم أن ينصروا، لأنه هذا ضرر لا ولا يترتب عليه كبير مصر، قد ينقضون على المسلمين. أما إذا كان في المسلمين قوة فإنهم يقاتلون ولو كان عددهم قليل، لكن فيهم قوة وفيهم سلاح وفيهم، نعم، هذا يتبع نظر ولي الأمر القائد، كانت المصلحة في قتال الكفار قاتلهم، كانت المصلحة في مهادنتهم وترك قتالهم فعل ذلك لأجل تفادي المسلمين، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، إنه جانب بالمسلمين حتى خلصهم من الكفار. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما هو الأفضل للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدم المقدرة؟ نعم. ما هو الأفضل للمسلم والمسلمات عند لقاء العدو؟ هل يقاتله فيقتل أو يستسلم عند عدم المقدرة؟ يقاتله، ما يسلم نفسه له، يسلم نفسه الكفار لا، قاتله، فإن قتلوه فهو في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلاد الكبيرة الآن إذا فتحت عنها فهل يكون أمرها إلقاء للمسلمين أم المقاتلة فقط؟ نعم. البلاد الكبيرة الآن إذا فتحت عنها فهل يكون أمرها إلقاء للمسلمين المقاتلة ومن يتبعهم من الذرار والنساء، أما اللي ما قاتلوا هؤلاء ما يدخلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من الإخوة من كسب شيئا من معدات القوات العراقية في حرب الخليج، فلما أخذه لنفسه سحت أم هناك مندوحة عن ذلك؟ والله ما أدري، هذا يراجع فيه ولاة الأمور، فإن أذنوا به فهو له، وإن لم يأذنوا به فإنه يرد عليهم وهم يتصرفون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستعانة بالكفار على قضاة المسلمين؟ لا، ما يجوز الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين ولو كان المسلمون بغاة، هذا لا يجوز أن يستعان بالكافر على قتال مسلم. نعم. إنما يجوز الاستعانة بالكفار بشرطين، أولاً أن يكون هناك ضرورة وحاجة إلى ذلك، وثانياً أن يكون القتال مع الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك أن يقتل قبل أن يسلم في المسجد، لكن حزب البعث في العراق هل هو مسلم يوم حرب الخليج؟ هم مسلم، يعني بعض الناس يشبه بهذا، يقول أنتم تستعينون بالكفار على قتال المسلمين، يقول من قال انهم مسلمين؟ هذول بعثيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم امام الذي يقتل قبل ان يسلم في المسجد، نعم، هل هو دليل على جواز دخول الكافر في المسجد؟ نعم، استدلوا بهذا على جواز دخول الكافر المسجد، وقد دخل النصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، دخلوا عليه وهو في المسجد، وحتى انهم صلوا صلاتهم في المسجد، فلا باس بدخول الكافر المسجد لغرض صحيح، لمصلحه، لمراجعه ولي الامر، لامور تتعلق بمصلحه المسلمين، ما في باس. نعم. قضيه الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله جواز استقاله الكفار،
فكيف نجمع بينها وبين قوله يا أيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ أي ما هي البطانة؟ البطانة المستشارين، البطانة المستشارين، وهذولا أرقى خدم ما هم مستشارين. نعم، هذولا مستذلون خدم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: امرأة أفطرت من رمضان 27 يوما بسبب النفاس، ثم صامت في شوال 27 يوما. نعم، امرأة أفطرت من رمضان 27 يوما بسبب النفاس، نعم، ثم صامت في شوال 27 يوما ولم يبق من شوال إلا يومين، فمتى وكيف تصوم الست من شوال؟ فاتت عليها الست، فاتت عليها الست. نعم. وليس شيخ حفظكم الله، ما حكم أخذ الأجرة على التعقيد على المعاملة؟ لأن الرجل يعرف الموظفين وهؤلاء يعطيهم شيئاً كرشوة وغيرها. ما يجوز إذا كان متفق مع الموظفين على أنه يعطيهم شيء من المال، هذه رشوة، لا يجوز. أما إذا كان مجرد معقب ولا يعطي الموظفين شيء، وإنما يأخذ في مقابل عمله وتعبه، ولا له علاقة بالموظفين ولا اتفاق مع الموظفين أنه يعطيهم، فلا بأس بذلك، لأن هذا بمقابل تعبه، ليس هذا من الرشوة. الرشوة اللي تعطى للموظف سواء عن طريق صاحب المعاملة أو عن طريق وسيط وهو المعقب، هذه هي الرشوة. نعم. لأنه يذكر أن بعض الموظفين يتفقون مع المعقبين، يقولون إحنا نعقد معاملاتهم وأنتم راجعونا، خذوا منهم دراهم وتقاسموا. هذا واقع ومذكور عند بعض الذين لا ذمة لهم، هنا يبيعون الأعمال الوظيفية، يبيعونها بيع على الناس، ولهم سماسرة بالأسواق يسمونهم المعقبين، وهم شركة، شركة رشوة والعياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم. التسابق بالأقدام جائز مباح، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. التسابق بالأقدام للرياضة وللقوة إظهار المهارة لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدمه، ولكن العوض لا يجوز إلا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل هي من وسائل الجهاد: نصل أو خف أو حافر. النصل المراد به الرماية، يجوز أخذ العوض على الرماية، وكذلك الخف وهو المسابقة على الخيل، وكذلك الخف وهو المسابقة على الإبل في أصحاب الخفاف، والحافر هذا للخيل. هذه المسائل الثلاث التي يجوز أخذ العوض في المسابقة عليها، وما عداها لا يجوز، لكن يباح، تباح المسابقات بدون عوض، مثل المسابقة على أقدام، المصارعة التي ليس فيها، ما هي المصارعة المعروفة الآن حقة الكفار، لا، المصارعة مثل مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، المصارعة التي ليس فيها ضرر وليس فيها، يجوز المسابقة في هذه الأمور لكن من غير مال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كفارة من أنزل أو جامع متعمدا نهار صيام نفلا لا فريضة ولا فقراء؟ لا 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 يحرم عليه ذلك. النفل يجوز قطعه، يجوز الإفطار بالأكل والشرب والجماع، فالصائم تنفلا له أن يفطر